السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا كلكم خير وصحة وسلامة. نتكلم اليوم على فوائد نبات جلد النمر. نبات جلد النمر يسمى أيضا باسم السانسفيرا، هو عبارة عن نبات داخلي شهير وشائع الاستخدام بالمنازل والمكاتب. طبعا يعتبر أحد النباتات الأكثر فائدة وفعالية جدا للبيئة المحيطة. اليوم نتكلم على 6 فوائد لاستخدام نبات جلد النمر. طبعا أول فائدة هي تنقية الهواء. طبعا نبات جلد النمر هو واحد من أفضل النباتات المعروفة لتنقية الهواء الداخلي. ممكن أنه يمتص ملوثات الهواء مثل البنزين، إزلين، التولين أيضا، والزرنيخ أيضا، وبعض السموم. هذا الشيء يساعد على تحسين جودة الهواء بالمكان ويقلل من الروائح الكريهة. أما فائدة رقم 2 هي إصدار الأكسجين. طبعا يقوم نبات جلد النمر بإصدار الأكسجين خلال عملية التمثيل الضوئي، وهذا الشيء يساهم بزيادة مستويات الأكسجين بالمكان ويحسن البيئة الداخلية. والفائدة رقم 3 هي سهولة العناية. طبعا يعتبر جلد النمر نبات متين قوي، ما يتطلب رعاية كثيرة، يتحمل ظروف قاسية وينمو بشكل جيد حتى بالظروف الإضاءة الضعيفة ونقص الماء. فائدة رقم 4 هي تحسين البيئة الداخلية. طبعا يفضل أنه النبات اللي تشتغل يقوم بتنقية الهواء ويزيد مستوى أكسجين، وهذا الشيء يسويه نبات جلد النمر. ومع استخدام أيضا الفعال للماء يقوم بتنقية الهواء، يقوم بزيادة مستوى الأكسجين، ويساعد جلد النمر أيضا على تحسين بيئة المكان الداخلية ويجعلها أكثر صحة ونظارة. فائدة رقم 5 هي حسن من النوم. طبعا تشير بعض الدراسات اللي وجدت حول استخدام النباتات الداخلية في المنزل أنه نبات جلد النمر يساعد على تحسين جودة النوم ويقلل الإجهاد والقلق أيضا. فائدة رقم 6 هي تصميم جمالي. طبعا جلد النمر أيضا نبات جميل، أيضا هذا الشيء يعود بفضل أوراقه الزخرفية ذات الألوان الجذابة والأشكال الجميلة، وهذا يضيف لمسة جمالية على المكان اللي يتواجد به. مع ذلك يجب أن تأخذون باعتباركم أنه جلد النمر ممكن يكون سام للحيوانات الأليفة وللأطفال أيضا إذا تم ابتلاع أجزاء من عنده لا سمح الله. لذا يجب عليكم أنه تخلوا بمكان ما ممكن أنه للأطفال والحيوانات الأليفة يوصلوا له، وأيضا ينصح بعدم تناول أجزاء من النبات لأنه ممكن بسبب تهيج الجهاز الهضمي والجلد إذا تم التعرض لعصارته. وصلنا نهاية الفيديو، إذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا فعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.